بص بقى، انا طالعه لكم المنظر المبهدل ده عشان لسه جايه من بره حالا، بس عايزه اوريكم ان حاجتين كل يوم بعملهم فرقوا في وشي جدا، وكمان شدوا وشي، واي روس سودا راحت من غير ما اعمل كل شويه تقشير وحوارات. اول حاجه، انا لما باجي بعمل مان سيلر، كل واحده تجيب النوع اللي مرتاح لبشرتها، كل واحد حر يجيب اللي هو عايزه. انا بجيب جارني، تمام، هعمل دلوقتي على وشي، ثانيه واحده، بعد كده بقعد امسح بشرتي كويس جدا. انا ليه بجيب جرنية؟ عشان انا عندي حبوب زي دي كده، زي ما انت شايفينها في المنطقة دي، فلازم غسول مزدوج، يعني بنعمل غسول على الناشف وبعد كده بنخش نغسل وشنا بالصابون عادي جدا ومية مبلولة وكل حاجة زي ما انتوا عايزين، بنعمل كده في كل وشنا. بس انا بأكد يعني انا الصراحة باكتر حاجة جايباها عشان منطقتين دول، انضف كده دي كويس قوي، ورقبتك كمان لازم تنضفي كل الحاجات دي، لازم تتأكدي من نضافة كل حاجة. اوكي، نستنى كده ثانية دقيقة اهو، تمام. وبعد كده نستعمل فرشة الأطفال دي، بيضاليات وحلوة جدا جدا جدا، زي ما بتقشري جسمك بتقشري وشك بالظبط. الدورة بتمشي خفيف جدا على البشرة، بتمشي كده زي ما أنا ماشية كده، ريشة على البشرة. على فكرة فرشة الأطفال ناعمة جدا، ما بتعملش أي حاجة في البشرة، بتعمل مساج بس كده. خلصنا وزي الفل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.